تسوي هذه من تجداليا وهذا أول ناس يقول لاليا عنده إجراء يوه تبغى من رجع من راسك ها ماني خذا وين تفهم من راسك راح حنا يا أرجع ما يقع ما ترى حنا كلنا جالسين هنا نبغى نسولف عليك ولا عارفين الخبز اللي ما يبلنا هذه لك أنت كلام لا لا الخبز اللي مسويه أنا الأولة اللي مناديك يا صالح من أنت صح ولا لا وأنا ناديتني بس ناديتني على خبز ذي ما ناديت على خبز شوف أحسن خبزة واللي في شاي الحليب هو اللي بياخذها المنتج ذا أنا بروح معه أنا أشوف إن الآلة هذه حق ترقيس والخبزة ما أدري لمن. صح. أنا أشوف كان عاد روحهم يسوي شاي. صدقني ما تأكل. الآلة والخبزة حق. أنا حليت. والله بعد بعينك يا بالي. أقول تسوي شاي هو المنتج ده. صح. حليب. خلنا نشوف فودك. فود لا العلم ده مكسور خلنا نشوف فود لا. والله اليوم. اني سويت اللي عليه يقوم تقطعت الطماطم بصل يا ري يجيب اقمدها اقمد يروح يجيب هذا اقول له تروح تجيبها انت طيب ساعد خويك روح تعرك انت ساعد خويك روح جلست عند القدر لين جت الساعه 1 ونص جلست للساعه 1 يا رجال عين خير روح تتكي مدري وين رحت لا ضبط انا مفرح انا قطع الدجاج وش هو انا حد مفرح قطع الدجاج مقطع الدجاج مقطع لا لا مو مقطع والله مقطع مقطع بس جلده اسمع اسمع انت ويا مال اوقيس عطني اياها والله اني شايف جلده بان عطني اياها اوقيس جلدة جلدة هذه من رغبة محمد مفرح يقول عشان معجب كيف عشان معجب ايه خلوا الكلام ذا كله بوه على جنب الحين بزبطكم الخبزة هاي ترى شوف ذي الآلة كانت تصنع يومي اجي من عند البليط العمر جو عام من قطعة تبدي نفس رجال يا رجال عندك الجمر تسوي بها اجي من عند البليط اجي طق على الرماد الرماد انا اجي من عند البليط يا رجال اسمعني يا ابو علي بو مسكه خاطئه اسمع كني اشوف الصاج اسود يقوم يدي اجي من عند البليط معي انت قال لا اروح عند اجي من عند البليط في البيت وهذه عند امي جي ربي يخليها لي الله يخليها لك تم يوميا كل مغرب وكل فجريه يا رجال عين خير على الصاج الاسود وانت الطقه الجمر دابنا تحت طلع الجمر طلع ايه ايش قال بملعقه ذا لا لا هذه الحين احنا بنسوق للسيف جاليري لا لا عشان بكره بحطها في من لا لا هذا حقه بحطها في هذا منتج انا سر امه انت ابو علي حقت من حقت ابو قيس حقت قيس ما تاك حقت عزيزي اذا ما فيك بلاش انت سامحنا لبعد الخبزه اقول خبزه بشرب الساعه حق الخبزه كويس بسيطه خلاص بجيب لك واحده ثانيه واكل واحد ياخذ واحد لا 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 ما هو من انت يرجع اقسم بالله ارضي هذا ولي قريب قريب العسل وقري يا رجل حط العسل يا خلاص خلاص لا 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 انا بس يا رجل اسمي بس 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 أبو علي بو يا رجل كلها أجل عسلك قلبتها لا باقي ما أقلب ما تقلبها لا اسمها فوق شوف انظر فوق يا ملك تجي قلبي يا ملك تجي يا سيف قلبي شوف أنا بعلمك الحين هذه دقيقة ما في خصم هذا راعي عندنا هنا تعلم ما عندك مشكلة ما تبغى لك لا ما لك زوم عليها خصم لا عليها خصم أسمع يا سيف قلبي هذه آلة خبازة ما في مثلها في السوق نهائي تحمر ولد أنت على المنتج أنا بحط بكرة في متجر أنت مستفيد أبحط متجر مالك لزوم لا 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 هو عند مالك لزوم يا حبيبي إذا اشتريتها بنقاطك وحطيتها في متجر إيه تكلم إيه الحين كلكم ضدي يعني لا لا أنا الخبزة خبزتي اللي يدو اسمع صدقون ذحين ما يقدر ياخذها ليه؟ لين يجي القاطة مدري كم ألف الله ما تسمعنا ليش يقولها عزيز مدري عبد عزيز اشرح لنا يقول لقاطك تجي ألف مدري تشتري مية لا ما هي قيمتها 300 اوه 300 اللي انا خابر يوم قال عزيز صح ولا ملخبط؟ قال نقاطها 300 تشتريها يا رجال لو انها ب 400 شريناها اعطيناها العزيز هديه يستاهل والله انت قاطت فيها ونعطيها والله لو ادفع لي في مخباك حي والله ذليل استغفر الله ذليل بس والله ما تاخذ المد عجيب انا علمتك انا علمتك وقيس شف طبعا هي خلها على جنب الكلام ذا كبه على جنب هنا في تجارة هنا في بيع ومشترى عبد الرحمن هنا بيع ومشترى هنا انت وياه تجاملني تعلمنا يا عبد الرحمن نقاطك تعلمنا تشريح احنا خابرين تعلمنا هل يقدرون اثنين يحصلون على تجارة
قولوا لا اله الا الله. هل يقدرون اثنين يحطون إيه؟ متى؟ اي يقدرون يقدرون. خلاص تقدر. ويسوي لك اسمع يوميا تسوي خبزه؟ في اثنين يقدرون اي اي حتى إيه. اسمع اسمع حط القدر عندك وخباز انا باخذها واحطها عندي في المنتج. ما تفرق حتى بحط عندي في المنتج. حتى صالح بيحطها عنده. حتى بحطها عندي في المنتج. اسمع اسمع هي ما تفرقنا ما تفرقنا احنا يا رجال من تعاون على البر والتقوى هذا تجاره تجاره انت تجاملني عشان انا عارف ذا قبل يومين اقول بيع لي عطني المعزه ونقص من قيمتها يقول لا هذه تجاره ايه شوف شوف بقول التجاره التجاره تربح غير الخوه بشيل اللي تبي بس التجاره هذا بيع ومشترى انا خبير في الخوه راسا طيب لكن في التجاره الا الا هي ريالي ريالي أتمنى يسكت لك عشان ريالي ماني ساكت لك أبا علي بو الريال يفرقنا الفلوس يقول تغير النفوس أغير الصخابة